يا من أكرمكم الله بسكن المدينة، اعلموا أن المدينة مع شدة حرارتها وشدة لأوائها هي خير لكم من الأجواء الطيبة ومن البلدان الباردة، فاصبروا وصابروا ورابطوا يا أهل المدينة، فإن العاقبة حميدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يا من كتب الله لك أن تعيش هذه الأيام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصبر على حرها وإياك والتسخط، فإن العاقبة حميدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وقد فهم السلف الصالح رضوان الله ذلك، فلزم المدينة. جاءت مولاة لابن عمر رضي الله عنهما تستأذنه في الخروج من المدينة لأن الأمر قد اشتد عليهم، فقال لها: اقعدي يا لكع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فالصبر الصبر يا أهل المدينة، ألا يصبركم ما ترجون من أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم شفيعا لكم أو شهيدا لكم يوم القيامة؟ والله ثم والله إننا لفي حاجة عظيمة إلى هذا. فالله الله يا أهل المدينة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.